اولا كاين السياق، كاين السياق كاين وكاين وكاين اللي مهم، وكاين العمل الدؤوب اللي باقي مستمر. السنه اللي فاتت ما تنساش خرجنا من المؤتمر في 2000، يعني في الاواخر ديال في 2016 2017 كنا مطالبين نديروا 12 مؤتمر جهوي. هذا الشيء علاش كان كيبان للمغاربه بانه كاين زحام. ملي كدير 12 مؤتمر جهوي، 12 محطه في المغرب، وكتجمع المناضلين، عندك واحد 4000 ولا 5000 في كل محطه، كيظهر بانه كاين نقاش وكاين تفاعل. اليوم ما عندناش مؤتمرات جهويه، ولكن شنو قلنا باش نحافظوا على الايقاع ديال العمل ديالنا؟ هنا فاش قررنا المكتب السياسي انه بدا ينعقد في الجهات، فنعقد كما قلت ابن ملاه، نعقد في طنجه، نعقد في الجهه الشرقيه. حنا نهار 23 ان شاء الله فبراير، يعني بعد ايام قلائل غادي نكونوا في الداخله، طبعا بلقاءات كبرى وبلقاءات جماهيريه، وطبعا باجتماع المكتب السياسي في مناقشه قضايا محليه، وفي تشاور وفي يعني في حوار مع المناضلين والاخوه على المستوى المحلي. فربما الناس كيحسوا بانه كاين واحد شويه ديال الخفوت، ما كاين حتى خفوت، بالعكس الحزب يشتغل، الهيئات الموازيه تشتغل، الاتحاديات الاقليميه والجهويه تشتغل، كاينه واحد الديناميه، والامور غاديه بشكل تصاعدي وبشكل ايجابي. وحنا ان شاء الله ما غادي نخدموا المغاربه، وغادي نبقاو محافظين على هذا النفس هذا حتى ان شاء الله الى ان يقضي الله امرا كان مفعولا. كاين لا اجانب ما كاين حتى حاجه. دابا حنا ما عرفش شي واحد شكون اللي فاق عاوتاني في الصباح وبغى يكذب هذيك الكذبه، وشي واحد خداها من شي جريده معينه الله يسمح لهم. حنا عندنا حزب كما شفتي راه كيدرتي دابا شفتي المقر المركزي، هو هذا الخليه الاعلاميه راه كنتي فيها واحد ثلاثه ديال الناس مغاربه، السي جواد والمجموعه راه خدامين تيديروا شغالهم بشكل عادي بشكل طبيعي. هذوك الناس الله يهديهم تيكذبوا على الحزب وتيجيبوا اخبار اللي هي غير حقيقيه وتيتكلموا على خطط ما عندنا حتى شي. انا موقع الكتروني irini.ma هو اللي كاين، وما كنفكروا لا نديروا لا جريده ولا مجله ولا حتى حاجه، بالعكس نشتغل بامكانياتنا الذاتيه، وكنحاولوا اننا نكونوا قراب من المواطنين، ونقدموا واحد الخطاب سياسي جديد، ونقدموا واحد العمل وواحد الفعل سياسي جديد. هذا هو اللي كنديروا. هذاك الشيء كله داخل في واحد المجموعه ديال الاخبار المختلقه اللي كتخرج بينا كل نهار. دابا راه شوف الا بغيت تبيع مزيان قول 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 الاحرار، قول التجمع الوطني الاحرار، وقول عز اخ النجم. توقعاتنا هو اننا حنا عندنا الثقه الكامله في المغاربه، وداك الشيء اللي غيعطيونا المغاربه حنا فرحانين به. إلا عطونا المرتبة الثالثة ولا الثانية ولا الرابعة ولا الخامسة حنا فرحانين بها. وطبعا حنا مطالبين نشتغل، حنا غادي نخدمو وغادي نقدمو إن شاء الله عرض سياسي مهم جدا غيكون غير مسبوق، وغادي نكونوا قريبين من المواطنين، وغادي نستعملوا الوسائط والآليات ديال التواصل سواء منها المباشرة ولا غير المباشرة، مسار الثقة موجود، وغنقدمو الأمور ديالنا، واللي كيشوف المواطن المغربي اللي حنا كنستحقو عطيه لنا حنا عاجبنا وفرحانين بها. الى عطاوها لنا الله يجازيهم بخير. حنا 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 شوف حنا ما غنقولوش باننا لا جينا ندي ولا ما نديوش، حنا غنخدموا وغنديروا عرض سياسي وغنقدموه، وغنجيبوا مرشحين نزهاء ومرشحين اللي فيهم الفعاليه والنزاهه وما يدهم غير منتخب يعني بالمال العام، والمغاربه ديك الساعه غادي يقولوا الكلمه ديالهم، وفين ما حطونا حنا راضيين به. العمل السياسي بصفه عامه مطبوع بالتدافع، مطبوع بالتدافع. انت ملي كتجي حزب سياسي كنتي في المرتبه الرابعه وعندك واحد 40 نائب برلماني، شويه بديتي كيتهيكل، شنو 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 كتنتظر يقولوا عليك الحلفاء؟ يقولوا عليك بانك انت راجل مزيان؟ شنو كتنتظر يقولوا عليك الاحزاب السياسيه الاخرى؟ هذا داخل في اطار التدافع السياسي، لكن اللي ما مزيانش هو انه الاستهداف والتحريض. وحنا داخل اليوم داخل التجمع الوطني الحرار، عرفوا هذه المساله، حنا مستهدفين بشكل كبير. مستهدفين من قوى معروفه ومن قوى غير معروفه، والهدف طبعا هو تعطيل هذه الديناميه اللي كيعرفها حزب التجمع الوطني. ولكن انا نقول لهم من هذا المنبر ديالكم، واهمين من يعتقدون بانهم غادي يعطلوا الديناميه ديال التجمع، ضربوا بالامور المشروعه والغير مشروعه، ولكن حنا مستمرين لان كنعتبروا مسؤوليتنا مسؤوليه تاريخيه، ماشي مسؤوليه ترتبط بالاشخاص. عز اخ النشره ماشي مش واحد الصباح فاق في الصباح وقال راني باغي نولي نكون وزير في الحكومه،
كان وزيرا واشتغلا وانتجا وابدعا وكان وزيرا ناجحا، مناح في العالمي كذلك، طلبي العالمي، الاخوه في المكتب السياسي، كلهم رجال الدوله اليوم يبحثون كيفاش انهم يعطيوا واحد الاضافه نوعيه لبلادهم، لان هذه المسؤوليه اليوم اللي كنحسوا بها على كتافنا. ماشي حزب اللي فقط باغي يشارك في عمليه انتخابيه باش يسخن، ولكن حزب اللي كيعتبر بانه الامكانات ديال الانطلاقه حقيقيه ديال بلادنا نحو التقدم موجوده، خصنا نستغلها. احنا خدامين ما مساليينش، احنا خدامين، عندنا بزاف ديال الشغال، عندنا هذا المشكل اللي قلت لك، عندنا مشكل ديال الحزب يجب ان يكون حاضرا في الدوائر، خصنا نسمعوا الناس، خصنا نسترجعوا الثقه، خص المغاربه يعرفوا بانه بلادهم راه بلاد اللي هي فيها امكانات اقتصاديه واجتماعيه وايضا فيها مكاسب اجتماعيه طبعا، وخص بلاد تطور، وحنا حريصين على انها خصها تطور، وكل ما حد يتطور احسن، وخص الخدمه الاجتماعيه تكون في مستوى معين، والناس يلقاو النقل ويلقاو التطبيب ويلقاو الصحه، وطبعا يلقاو فرص ديال الشغل ويلقاو امكانيات، ويلقاو واحد المنسوب عالي من الحكمه، والمواطن يثق من المواطن يبغي يدوز كونكور ديال الدوله ما يهزش تليفون يقلب على شي واحد يعيط عليه، يدخل ويدوز ويعرف بانه راه الا دوز مزيان هذا هو المغرب اللي كنحلموا به وبغينا نوصلوا له، المغرب ديال الكرامه. فهاد الشيء الاخر لا اعتقد انه تيفيد شي واحد، وما كنظنش بانه حنا داخل التجمع من الوقت لهذا الشيء. انا من اكبر الناس المدافعين على ضروره انه تكون مطابقه الفعل للخطاب، من يعني نقدر نقول لك هذه بالنسبه ليا مساله جوهريه عند الفاعل السياسي. الفاعل السياسي اليوم يجب كما كنقولوا قد دراعه قد فمه قد لسانه، فهذه الازدواجيه يعني اش غادي نقول لك تثير الشمئزاز، ما كتعجبنيش، وكنظن بانه المغاربه منين كنتكلموا معهم بخطاب ثم ناتي سلوك معين يخالف هذا الخطاب نضرب في العمق، يعني الثقه نضرب في العمق، يعني الصوره ديال السياسي عموما في بلادنا. هذه المساله هذه شخصيا اعتبرها من الكبائر السياسيه. الكبائر السياسيه هي هذه المساله ديال الخطاب يكون هو الفعل. فنتمنى انه ان شاء الله الخطاب يرتقي ويتقدم مع السلوك. وهو غير وزير هما وزراء وزراء وما عرفتهاش والله رد بينا، الله رد بينا هادشي اللي غنقول لك، الله رد بينا، لانه زعما نتاسف لانه في مستوى معين سيكون التحفظ، في مستوى معين يجب ان يكون التحفظ. هذه مسارات الدوله، هذه هؤلاء رجالات الدوله، تمشي اللعبه، تمشي نزهه صغيره نمشيو نقولوا فيها ما بغينا، ولا هذه منافسه بين جوج حنا كنقراو يعني بين تلاميذ، حتى التلاميذ ما كيتنافسوش بهذا الشيء. هذه قضايا تهم بلاد ومغاربه ينتظرون، كيتسناو اجوبه على اسئله، كيتسناو مقترحات، ونتمنوا ان شاء الله انه السياسيين ديالنا يمشيو في هذا الاتجاه، سواء منهم اللي باقي كيمارسوا ولا الذين لا يمارسوا. اخت مال حيدين، اولا انا وياها تنتمي لنفس المنطقه، اقليم سيدي فني، ماء العينين هي برلمانيه تشتغل، يعني انا شخصيا احضر معها كثيرا في لجنه العدل والتشريع، عندها مواقف مهمه جدا، طبعا تثري النقاش السياسي. شخصيا انا كنت عبرت على هذه المساله، الراي ديالي الشخصي عبرت عليه منين وقعت ديك المساله، ديك المشكل ديال انسجام دوك البنات اللي تهجموا عليهم هذوك الناس، وقال لك لا لابسي اللباس، هذه امور شخصيه، اللي بغى يلبس شي حاجه يلبسها. هذوك البنات ديال انسجام كنا تضامنا معهم بشكل كبير في الوقت اللي هناك من لم يتضامن معهم كيتضامن اليوم. انا ما تنعيب على تحد، ولكن عشان نرجع لك الموضوع الكبير، الخطاب، القناعه، يعني القناعه والخطاب والفعل والسلوك، هادو خصهم يكونوا يعني متلازمين، ما خصش يكون بيناتهم يعني. فاحنا من داخل التجمع الوطني الاحرار نعتبر بانه المغاربه خصهم يعملوا اللي بغاو، طبعا ما خصهمش يمسوا بالنظام العام، ما خصهمش يمسوا بالحقوق وبالحريات ديال الاخرين، والشيء الاخر تدخل في اطار الحريات.
قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.